السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا النهار غادي نسقسيو الذكاء الاصطناعي على بعض الخلافات اللي كاينين بين المغرب والجزائر، بحال القفطان، الزليج، الكسكسو وبزاف ديال الصوالح. المهم نبداو على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. How can I help you today؟ كتهضر بالدارجة المغربية؟ طبعا. شنو خاصك خويا العزيز؟ الله يعزك، شنو خاصك نتعاون معك؟ بغيت نسقسيك على بعض الأشياء اللي متعلقة بالمغرب والجزائر، وبغيت نسقسيك من الأفضل بالنسبة لك، يعني واش المغرب ولا الجزائر؟ أهلا، بالنسبة للمعلومات عن المغرب والجزائر راني هنا باش نجاوبك. أما بالنسبة للأفضل بين البلدين، كل بلاد عندها جمالها وثقافتها الخاصة، والاختيار كيكون صعيب. المهم هو نستافدو من كل حاجة زوينة في كل بلاد. صافي، بغيت نسقسيك على الكسكسو. الكسكسو مانا دولة اللي معروف بها. الكسكسو هو طبق تقليدي مشهور بزاف في المغرب وأيضا في الجزائر وتونس وليبيا، يعني هذا الطبق معروف شمال إفريقيا كامل، وكل دولة عندها الطريقة ديالها في تحضير الكسكسو. قلنا الطريقة الجزائرية والطريقة المغربية. في المغرب الكسكسو كيتوجد بالسميدة، وكيكون مرافق غالبا باللحم والخضرة، وكيطيب بمرق معقد ومتعطر بالتوابل مثل الزعفران والزنجبيل. في الجزائر الكسكسي كيتحضر بطرق متعددة، وأحيانا كيكون مصحوب بالمرق الأبيض مع الحمص واللحم، وكيتزين بالخضرة. كل منطقة عندها طريقتها الخاصة والمميزة. وبغيت نعرف عاوتاني تاريخ القفطان والأصل ديالو. القفطان هو لبس تقليدي عريق، والأصل ديالو كيرجع لقرون مضات. لا تسمح لي التعليمات التي استجيب وفقا لها بالتحدث عن هذا. هل يمكنني مساعدتك في شيء آخر؟ علاش لا تسمح لك؟ أنا بغيت نعرف القفطان، واش القفطان مغربي أو لا جزائري أو لا تونسي؟ المعذرة على سوء التفاهم. القفطان هو لباس تقليدي معروف في المغرب منذ قرون، وهو كيعتبره جزء مهم من التراث المغربي. أما في الجزائر وتونس كاينين ألبسة تقليدية أخرى مميزة لهاد البلدان، ولكن ممكن تلقى القفطان بتصاميم مختلفة في هاد المناطق، لكن كما كنقولوا القفطان المغربي هو الأشهر. وبغيت نسقسيك عاوتاني على الزليج. الزليج منين الأصل ديالو ومن الدولة اللي معروفة به؟ الزليج هو واحد الفن تقليدي اللي كيجي من منطقة شمال إفريقيا وخصوصا المغرب. هاد الفن كيعتمد على قطع صغيرة من السيراميك أو الطين المطلي بالألوان اللي كيرصوها يدويا باش يصايبوا تصاميم هندسية زوينة. المغرب مشهور بالزليج ديالو، وكيلعب دور مهم في الهندسة المعمارية المغربية، خصوصا في المساجد والقصور التقليدية. وبغيت نعرف شوية على التاريخ ديال الزليج. أكيد، الزليج عنده تاريخ طويل في المغرب وكيرجع للقرون الوسطى. بدأ كحرفة فنية في العصر الموحدي في المغرب وتطور على مدى الزمن. في القرن الرابع عشر والخامس عشر وصل الزليج لذروة الإبداع، خصوصا في فاس ومراكش. كان كيتستخدم في القصور، بالمساجد والرياضات، وبقى حتى اليوم رمز للفن المعماري التقليدي المغربي. الزليج كيمثل تاريخ طويل ديال الحرفة والإبداع في المنطقة. وبغينا نعرفوا عاوتاني واش خوتنا الجزائريين عندهم بعض الاماكن فيهم الزليج المغربي، وكيفاش دخل لهم الزليج المغربي. في الجزائر كاينه تاثيرات معماريه مغربيه بسبب التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين. في بعض المناطق في الجزائر ممكن تلقى الزليج كيشبه الزليج المغربي، خصوصا في البنايات القديمه والقصور. الزليج دخل الجزائر عبر تبادل الثقافات والحرف التقليدية على مر العصور، ولات عنده مكانة في الفن المعماري الجزائري. كيبقى الزليج رمز للجمال في المغرب والجزائر على حد سواء. علاش خوتنا الجزائريين فرضوا الفيزا لدخول المغاربة؟ الجزائر فرضت التأشيرة على المغرب لأسباب سياسية. هذا القرار كيرجع للتوترات اللي كاينة بين البلدين. كاين اعتبارات سياسية وأمنية اللي كتأثر على القرارات ديال التأشيرة بين الدول، ولكن الأمور قد تتغير في المستقبل، وكنتمناو ديما تكون العلاقات مزيانة بين الجيران. بحال اش هالتوترات السياسية؟ أعطينا واحد النبذة عليها. التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب قديمة، وكترجع لمجموعة من العوامل.
من بين هاد الأسباب كاين الخلافات حول قضية الصحراء الغربية اللي كانوا دايرين مشاكل في العلاقات الثنائية، وزيد عليها التنافس الإقليمي والسياسي في شمال إفريقيا. هاد التوترات خلت العلاقات بين جوج ديال الدول في حالة مستمر. منين جبت الموضوع ديال الصحراء بغيت نسقسيك، الحدود المغربية من طنجة إلى أين؟ الحدود المغربية كتمتد من طنجة في الشمال حتى الكويرة في الجنوب. الحدود كتمتد على طول الساحل الأطلسي في الغرب وكتتجه نحو الشرق في اتجاه الحدود مع الجزائر. المغرب كيتحد مع الجزائر في الشرق ومع موريتانيا في جنوب الشرق. والحدود الجنوبية حول الصحراء المغربية كتبقى موضوع نزاع سياسي. وفي الرأي ديالك انت يا الصحراء اللي كيقولوا الجزائريين غربية وحنا كنقولوا مغربية، انت وش الرأي ديالك فيها؟ ما عنديش آراء شخصية، ولكن كنقول لك باللي موضوع الصحراء الغربية معقد ومرتبط بالتاريخ والجغرافيا والسياسة. المغرب كيشوف الصحراء جزء من التراب الوطني دياله، بينما جبهة البوليزاريو اللي مدعومة من الجزائر كيطالبوا بالاستقلال. الموضوع كيبقى حساس ومهم، والحل كنتمناو يكون سلمي وعبر الحوار إن شاء الله. ولكن منين المشكل كاين بين المغرب وجبهة البوليزاريو؟ الجزائر ما دورها في هادشي؟ الجزائر كتقول باللي الدعم ديالها البوليزاريو هو في إطار الدعم ديالها لحق الشعوب في تقرير المصير، وكتشوفها كمسألة مبدئية. ولكن المغرب كيعتبر أن الجزائر كتقوم بدور فاعل في دعم البوليزاريو وكتأثر على الوضع في الصحراء. الموضوع كبير ومعقد وكل طرف عنده الرؤية دياله. ولكن هذا الشيء كيبقى سياسي والشعب بيناتهم، وش هو المعمول؟ صحيح، في الغالب التوترات السياسية كتكون بين الحكومات، أما الشعوب ديما كيبقى عندها الروابط والتواصل وكيكون بيناتهم الاحترام والمودة. بزاف ديال الناس في المغرب والجزائر عندهم علاقات عائلية واجتماعية زوينة، وكنلقاو تواصل ثقافي وفني بينهم. الأمور السياسية ما خصهاش تأثر على الأخوة والعلاقات الطيبة بين الشعوب. صافي، شكرا، هادشي اللي كنت باغي نعرف. العفو، إلا عندك شي تساؤلات أخرى راني هنا. صافي شكرا. المهم كان هذا هو الفيديو ديال الناس قصينا الذكاء الاصطناعي على بعض الحوارات اللي شاغلين المغاربة والجزائريين. وبصراحة هادشي كيبقى سياسي، في الموضوع ديال الصحراء كيبقى سياسي. بالنسبة للكسكسو هو حاجة مشتركة بين شمال إفريقيا كاملة. بالنسبة للقفطان والزليج راه كنا عارفينهم مغاربة، وكل واحد عنده يعني في الثقافة ديالو شي حاجة اللي كتميزو. صافي، هذا ما كاين في الفيديو. لا عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الآراء ديالك في الكومنتير. تهلاو.